يقوم من هذا الموقع من ميدان الوثبة للهجنة العربية الأصيلة في انطلاقة شوطنا الخامس عشر في مجموعة أشواط مساء هذا اليوم. شوطنا التاسع عشر الخامس عشر عفوا الخاص هنا بالحول المهجنات الأصايل لأيضا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان. سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع هذا الانطلاق. وهنا أفضل توقيت زمني في مساء هذا اليوم قدم تحت أقدام الفلوجة 12 دقيقة 34 ثانية خمسا من أجزاء من الثانية التابعة لهجنة شعالية بقيادة سالم بن فاران المري الذهبي من قدم الفلوجة في هذا المساء. نتابع مجريات هذا الشوط. ها هو شعار الفلوجة يتواجد هنا مع الغارية على الصدارة على المركز الأول بقيادة أيضا سالم بن فاران المر الوجبة على المركز الثاني. هنا بهذا الانطلاق من هجن الشيحانية بقيادة سالم بن فاران المر على المركز الثاني. هناك ناصية على من الجانب الآخر تتسلل إلى المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وعلى المركز الرابع. نجدة تتواجد على المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم. حمد بن علي العويسي في التضمير. الشاهينية من تأتينا على خامس المراكز هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. فهد بن حسين النعيمي في التضمير من تأتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس المنطلقة هنا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عبد الله بن طالب بن شريم المري في التضمير وعلى المركز السابع. المنطلقة هنا شعاع لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم لهيبي في التضمير لهبيبة من تتواجد على المركز الثامن لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي في التضمير. وتأتي الظبي هنا تاسعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد بشاير من تتواجد على المركز العاشر من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق والتحدي. ها هي الأسماء العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق والتحدي، وما خلف العشر أيضا أسامي تتواجد خلال هذه المسيرة والانطلاق. مشاهدينا الكرام نعود هنا، نعود إلى الصدارة، نعود إلى الانطلاق إلى التحدي. هناك والصدارة أرى ناصية من نصت على الصدارة على المقدمة من الجانب الآخر من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. تتواجد هنا الغارية من هجن الشيحانية بقيادة سالم بن فران المري على المركز الثاني. ثالث المراكز وصلت الشاهينية من الجانب الآخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة فهد بن حسين النعيمي. ونقدة تتواجد رابعا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعان المكتوم حمد بن علي العويسي في التضمير. وخامس المراكز الوجبة من هجن الشيحانية بقيادة سالم بن فران المري من تنطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن طالب بن شريف المري من تأتينا سادسا في هذه الانطلاقة. المركز السابع بشاير من هجن العاصفة على سابع المراكز بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير ولهبيبة. لهبيبة من تاتي بهذا الانطلاق على ثامن المراكز بهذه الانطلاقة هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة أحمد بن غلفان بالصايغ المزروع شاب الجنتلمان الشاب اللطيف من ينطلق مع لهبيبة في هذا الأداء الجميل والعرض
الفضة. المميز هنا ايضا يأتي تاتينا هملولة، هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر ايضا متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد، من ينطلق بهذا الاداء هنا على تاسع المراكز. اما المركز العاشر فتتواجد الضبيب هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ايضا مع الخطيرة احمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق. هذه هي النتائج للمراكز الاولى في هذه المسيرة في الانطلاق في التحدي في الاثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود الى الصدارة، نعود الى المقدمة، نعود الى الانطلاق، نعود الى التحدي، نعود الى الاثارة هنا على صدارة هذا الشوط بقيادة هنا بقيادة الشاهينية، من غيرت على زمام الامور. انطلقت على الصدارة، انطلقت على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر فهد بن حسين النعيمي، ان تأتي على الصدارة وعلى المركز الاول، ناصية في المركز الثاني، ناصية للمنافسة وللتحدي، ناصية هنا لهجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز الثالث والمركز الرابع ايضا في المركزين هنا الغارية والوجبة في المركزين الثالث والرابع من نجم الشيحانية بقيادة سالم بن فاران المري الذهبي، من يقدم لنا هاتين الهنتين في هذا المشاركة. هنا على المركز الخامس تأتي بشاير من نجم العاصفة والواثق، دفع به اثنتين في هذا الشوط في هذا الانطلاق حمد بن راشد بن حمد من غدير الجنتلمان قادم هنا في هذا الانطلاق مع الهبيبة، الهبيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن غلفان بالصايغ المزروعي، وهنا أيضا مضمرة خمسة نجوم الشاعر يقدم نقدة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم بن جمعة آل مكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي في هذا الانطلاق. هملولة القادمة هنا أيضا لتنضم إلى معمعة المشاركة والمنافسة هنا في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مراشد في هذا الانطلاق والتحدي. الشاهينية من الجانب الآخر هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن طالب بن شريف في التضمير. أما على المركز العاشر فالقادمة الضبي على عاشر المراكز هنا أيضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع الخطيرة أحمد بن سلطان بن رشيد في هذا الانطلاق والتحدي. نعود مشاهدينا الكرام، نعود الى المنافسة، نعود الى التحدي، نعود الى الانطلاق، نعود الى مسيرة هذا الشوط هنا والاداء المميز. ارى ناصية من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة، انتزعت المركز الاول، ناصية هجن العاصفة على الصدارة وعلى المقدمة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يطلق العنان لناصية على الصدارة. المتابعة من الشاهد المتابعة من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر فهد بن حسين النعيمي، وهنا الهبيبة قادمة، الهبيبة قادمة أيضا لكي تنضم إلى صلب المنافسة وإلى الصراع وإلى النزاع. علق بهذا الشوط الهبيبة هنا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان الصايغ المزروعي في التضمير بشاير، تأتينا على المركز الرابع في هذه المسيرة. بشاير هنا هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، نقد على المركز الخامس مشيخ زايد بن المربى مكتوم بن جمعان مكتوم بقيادة حمد بن علي العويشي في هذا الانطلاق. وصلت هنا شواهين، شواهين من هجن العاصفة، يا سلام، بقيادة من؟ خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري، شديد المضمرين وصل في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. ما شاء الله الشاهينية على المركز السابع، من تنطلق بهذا الاداء الجميل هنا ايضا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن طالب بن شريم. هملولة من تاتينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد مع محمد بن سعيد بن مراشد عفوا بهذا الانطلاق. نكتفي بهذا القدر، نكتفي
الكافي لأننا نقترب من لوحة الكيلو متر الأخير، من لوحة الكيلو متر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو البقاء، والبقاء دائما وأبدا الأقوياء. الهبيبة الهبيبة هبة رياح الهبيبة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. الهبيبة من انطلقت على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان عاشق التراث دائما وأبدا، هنا مع الهبيبة على الصدارة. ولكن الله الله أرى التحدي، أرى الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا في هذا الأداء، في هذا التحدي والإثارة، هنا بشاير بن غجرة على الصدارة، على المقدمة لهجر العاصفة مع الواثقة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. هناك الشاهنية سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر. هنا أيضا فهد بن حسين النعيمي، وعلى المركز الثالث تأتي ناصية على المركز الثالث من هجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هملولة على المركز الرابع. هملولة هملولة في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع محمد بن سعيد بن مراشد. ولكن التحدي 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 والإثارة الشاهينية الشاهينية الشاهينية، وهنا بشاير شاهينية وبشاير بشاير والشاهينية بشاير والشاهينية، ولكن هناك الشاهينية. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، تهانينا لفهد بن حسين النعيمي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني بشاير هنا من نجر العاصمة، المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راهب سعد المكتوم الهبيبة في المركز الرابع، لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان النهيان ناصية في المركز الخامس، أيضا هنا لسمو الهجن العاصفة من وصلت على المركز في هذه اللحظات الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، دعناها على حضراتكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز خلال هذا الأداء الجميل. نعود بالتهنية في هذا الانطلاق في التحدي في الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء المميز ولحظة وصوله هنا الشاهينية ب 12 دقيقة 47 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا للمضمر فهد بن حسين النعيمي وصلت في المرقد الثاني ب 12 دقيقة 47 ثانية. هناك أيضا ستة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لبشاير بن هجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير هملولة، من أتت على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مراشد. 12 دقيقة 48 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. التحية